مش مهندس. طول عمرك هندسة يا باش مهندس. ايه رأيك يا مدام؟ الشقة هنا مش مجروحة خالص والشمس جواها طول اليوم. دي مش شقة، دي أوضة. أيوة، ما أنا قلت لك إنه استوديو هيتوضى بيبقى حلو. هو الباشا كان قايل إن حضرتك هتقعدي فيها لوحدك. أنا من رأيي تخلصي فيها، دي لقطة وزباينها كتير على فكرة. هكلمك يا رجب، ما تتصرفش. هلا هلا. ممكن افهم ايه اللي حصل؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ انا مش عايزه حاجه يا عمر، انا ما طلبتش منك حاجه اصلا. إيه انت اللي قلت لي ان انت بتدور على شقه عشان لما تسيب مراتك؟ ف ولا سالتني ولا قلت لي حاجه. انا فرحت بس اتلخبطت برضو، انا مش عارفه اللي بنعمله ده صح ولا لا. هلا قولي لي ايه اللي مضايقك بالظبط؟ دي مش شقه يا عمر، ده خن تجيب فيه واحده صاحبتك. انا هفكر كده برضو. طيب يا سيدي انا وافقت. ها تقدر تقولي هتسيب بيتك وتيجي تعيش معايا هنا امتى؟ لما اطلق. ما امتى؟ ما اعرفش. انا هقول لك امتى. انت عمرك هتطلقها اكيد، مش قبل ما ليلى تخلص جامعه. تخلص جامعه؟ اما يعني تمام، خلصت كده. طب ما هو ما ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ لا دي قصة طويلة بقى، خليني اسلم على الراجل واجيب حاجته ونرغي. بيقول لي الواطية خدت الواد وجابته هنا من ورايا، بتقول لي انا عايز اتعلمه في مصر. بتقول لي كفاية بحر وزفارة بقى، حاجة اخر قلة اصل. فطبعا عشان اشوفه لازم اجي هنا كل شوية. وانت برضه جايه تشوفي حد؟ تقصد ايه؟ تحوريش عليا هالة، وزحلقك ولا ايه؟ ما تتلمي يا اشرف، في ايه؟ يا ستي انا ملمونه، بطمن عليكي بس. لا تطمن يا حبيبي، انا كويس، خليك في حالك. يا ستي انا في حالي، من ساعه الموضوع بتاع حسن وسيف بصراحه انا مش عايز وجع دماغ. انا بس شايف ان احنا عشره قديمه وعيب ان العلاقه ما بيننا ما تبقاش تمام، وانا بتكلم غلط. نايتو، أنا اطمنت عليك يا عم. خليك قاعد، أنا كده كده همشي دلوقتي. أنت راجع إمتى؟ الصبح، ما لقيتش حجز غير الصبح. تبقيتي عند نسمة؟ نسمة مش في مصر. أمال تبقيتي فين؟ مش عارفة، ما مش مشكلة، هريح شوية وأروح أشوف أي حاجة، أي بنسيون، أي حتى هتصرف يعني. بنسوني يا هلا، ايه الحوار الفاكس ده؟ لا طبعا، تعالي عندي واحد صاحبي هنا عنده شقه ما فيش على بعد دقيقتين، تعالي بات فيها. ما تقلقيش يا هلا، صاحبي مسافر وسايب لي المفتاح، وانا كنت ابات هناك، باتي انت وانا هتصرف. يلا كابتن. شكرا. يلا هلا، يلا بنسوني ايه، يلا. تفضلي. على الله بس تبقى الكهرباء شغاله، انه بيقول لي بقى له فتره ما دفعش. يا هادي يا رب. طيب الحمد لله. تفضلي تفضلي الصالون جوه. اقعدي ما تقلقيش، احنا لوحدنا اصلا مفيش حد. طيب انا
هريح شويه لحد ما يجي ميعاد الاوتوبيس. ماشي، هجيب لك غطا من جوه. شكرا. اتجننتي يا اشرف؟ ايه في ايه؟ لا يا هالة، انت اللي اتجننتي ومصعباها علينا وبتستعبطي وعامله نفسك مش واخده بالك. هو في ايه بالظبط؟ بتتعاملي معايا طول عمرك من مناخيرك، يعني على ايه يعني؟ شايفه نفسك قوي. انت ناسي ان انت كنت شغاله عندي حته مشرفه صاله ومشغلك شافعه كمان؟ قومي وانت بتكلميني. سيبني يا اشرف، والله العظيم نقول لسيف. سيف؟ سيف مين ده يا اختي اللي بتهدديني بيه؟ سيف ده انا اشتريه وعيلته، ده لو فاضل لهم اي حاجه بعد ما يفلسوا. فلسوا؟ يعني ايه فلسوا؟ انا مش عارفه حاجه. ازاي انت احلام يا اختي؟ واخده كارد بضمان السنتر وما بتدفعش بقى فوق السنه، وهيتحجز عليه وهيترموا في الشارع زي الكلاب. هتيجي تشحطوا مني وظيفه اذا كان انت ولا هو ولا اخواته. انت كداب، انت كداب، ابعد. احنا فيها اهو، اقعدي اتفضلي. لقيت الورقه دي وانا بدعبس وراهم عشان المشروع بتاع المينا. اتفضلي. ها كذاب؟ ايه بس من قدامي؟ هترجع يا هالة، هترجع هتبوسي رجلي. فندم لو اعرف بس ايه علاقه اللي بنقوله بالقضيه. استاذ عمر، يا ريت تتعامل معانا بشكل احسن من كده شويه. وعلى فكره ده لمصلحتك انت قبل اي حاجه تانية. هي يا فندم انا متعامل مع سيادتك من اول لحظه. طيب هما يا سيدي سؤالين وهتمشي على طول. جبت عربيتك دي امتى؟ 2015. دي اللي كانت معاك في الجونه مش كده؟ نعم. عامل كام كيلو تقريبا؟ فوق الخمسين ألف. فوق الخمسين ألف. آه، صيانتها بتعملها في التوكيل ولا في الحرفيين ولا في؟ حقيقي أنا مش فاهم. في التوكيل. بس يعني يا ريت سيادتك تعرفني إيه علاقة اللي بنقوله بالقضية. أستاذ عمر، حسن اتقتل في حادثة عربية، ولا أنت مش واخد بالك؟ ترجع الغردقة امتى؟ عايز نرجع خلاص؟ مش عايزك تمشي خالص. وانا لازم الحق الاوتوبيس اللي راجع، مش هينفع اتاخر. ممكن ادخل اخد دوش؟ اه اكيد. هتلاقي الفوق على الرف. تمام لقيته.
هتنزل معايا؟ لا لازم استنى. طيب ما تقلقش، كله هيبقى تمام. انتي عارفة اني بحبك. لسه هتشوفني كتير لحد ما تزهق.